هلا شو صاير معك؟ شوفي مع مين عم تحكي؟ لا ما عم بحكي ما في شيء. هلا كيف يعني ما عم تحكي؟ أنا كنت برا وسمعت صوتك. شو سمعتني عم بحكي؟ سمعتك عم تترجي وعم تبكي، مشان شو؟ لا ما كنت عم ترجي حدا، كنت عم بحكي لحالي مع الله. وشو كنت عم بتقولي لله؟ نحن ما منقول قدام حدا شو نحكي مع ربنا لحالنا. مثل ما بدك هلا، بس قلي لي شو صاير معك؟ يعني وقت تركتك الصبح ما كان فيك شيء، ليش عم تبكي؟ إذا ما انتبهتي على حالك مين بده ينتبه عليك؟ بدي لك يا حمزة، بس في حدا حكم علي بالموت.